المسيرة الشعبية اللي كانت تقرها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم مدينة القنيطرة. هاد الوقفة الاحتجاجية والمسيرة الشعبية على المسألة التعليمية اللي تقوم بتشجيع المواطنات والمواطنين تقوم عندها مسألة مجتمعية تقوم جميع المواطنين. كيف يعقل ان السلطات ديال هاد المدينه انها قطع علينا الطريق باش ما ندخلوش ونجسدو الوقفه ديالنا مدينه القنيطره؟ هذا هو المدخل ديال المدينه. جميع السلطات شندات باش منعنا ومنعو الترونسبور وهدو داك النقل اللي جابنا لهنايا. هذا هو المغرب الجديد، مغرب قمع التشريد. هذا مغرب الجديد، مغرب الجديد، مغرب القمع والتشريد، هذا مغرب الجديد، هذا مغرب الجديد، مغرب القمع والتشريد، مغرب القمع والتشريد، هذا مغرب الجديد، هذا مغرب الجديد، مغرب القمع والتشريد. مواطن في خطر، مواطن محاصر، مواطن محاصر.